سيدي اش غنقول لك، هاد الكارثه راه كارثه عظمى، يعني كارثه عظمى، يعني ما عمر الاجداد ديالنا يعني ما شافوا هاد الكارثه هادي. ديما الويدان تيكونوا بطبيعه الحال تيكون واد، ولكن ما بحال هاد الكارثه هادي يعني ما عمرها وقعت، باش يدخل الماء للديور ويخرج الثلاجات من الشراج، ويخرج الفراش، ويخرج الماكينات الممكن الصابون، يخرجوا من ويخرج الطوموبيلات من الكراجات. يعني هذه كارثه عظمى صراحه. انا اللي كتشوف دابا هذا المنزل، هذا المنزل ديال الاخ ديالي، هو تيسكن في الدار البيضاء، هذا هو المنزل ديالو. انت كتشوف دابا شنو، شوف تبارك الله هذيك النخل فين وصل دابا، هادشي كلشي راه دار، ولكن دابا ما بقاش كتبان واش دار، فهمتيني. دابا هذا راه صالون ديال الضياف، وهنا هذوك راه البيوت. وشوف تبارك الله دابا هاد البلاصه فين كنا جالسين، فين واقفين دابا، هنا كان الغازو هنايا وشجار وهادشي. هاد النخل اللي كتشوف دابا مور، عاوتاني مور الدار اللي هي عاوتاني كاين كراج، دخلوا ليه النخل الكراج، هبط النخل للكراج، يعني واحد الكميه كبيره ديال النخل. دابا انت دابا كتشوف الصالون، ها هو كتشوفو بالفراش ديالو، يعني الفراش ماشي فراش عادي، يعني الفراش راك عارف دار الضيافه كيفاش كتكون، يعني الصالونات ديال الضيف كيفاش يكونوا، بالطريه ديالهم، بالكليماتيزورات ديالهم، التلفازات ديالهم، الفراش، يعني الفراش يعني في المستوى. ولكن انت كتشوف قدر الله وما شاء فعل، يعني الانسان ما عنده ما يدير، هادشي ديال الله سبحانه وتعالى. اش غنقول لك، المشروع هذا غيكون اش غنقول لك تقريبا فوق من 100 مليون، غير هنا دابا، غير هنا ما كنهضروش على غير دابا. هاد هذه تكون طالعه اكثر من 100 مليون، 150 حتى 200 مليون هنا تقريبا. ايوا نطلب الله سبحانه وتعالى يحفظنا من هاد الكوارث، ونطلب الله سبحانه وتعالى يرحم الشهداء ديالنا. راه عندنا واحد شهيدين هنا في الدوار رحمه الله عليهم، وعندنا واحد السيد مسكين جا غير من جابته الاقدار، ماشي ولد البلد حتى هو مسكين، راه مشى. ولكن واحد الدوار الفوق عاوتاني راه ماتوا فيه تقريبا شي 13 شهيد. نطلب الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله يرحم الشهداء ديالنا، والله يعوض لنا، الله يعوض لنا ان شاء الله باذن الله تعالى. وكنشكركم حتى انتم هذا المجيء ديالكم الى هذا البلد، هذا كنشكركم بزاف. وكنشكر جميع المواطنين اللي ساهموا، مساكن المساعده ديما كيجيو يوميا، جاو البارح وجاو عاوتاني اليوم، راه كيجيو المساعدات لهنا للدوار هذه، كنشكرهم بزاف من هذا المنبر هذا. وكنشكر السلطه المحليه، عامل اقليم طاطا وعامل اقليم تيزنيت ولي اكادير، يعني كنشكرهم بزاف. جاو مساكن شافوا الكوارث هنايا، شافوا الضواور هنايا مساكن، والسلطه المحليه، الدرك الملكي، القوى المساعده، القوى المسلحه، وقائد الاكبار كنشكروا من هنا، كنطلبوا ليه الشفاء ان شاء الله، جلاله الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وبارك الله فيكم. وكنشكركم جميعا شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.